لو الحكاية فيها إن فيجو أنا اسمي علاء الدين، راوية الطيور الزينة العصافير، وكان عمري 15 سنة. النهاردة عمري 66، يعني بقالي 51 سنة. احنا هنا في منطقة امبابة، تشمل سوق حمام، سوق عصافير، سمك زينة، مثلا عفش بيوت جديد ومستعمل، وفي كلاب، سوق للكلاب. يوم الجمعة بيبدأ الناس من بعد صلاة الفجر، اللي هم البياعين بييجوا يفرشوا البضائع بتاعتهم عشان يستقبلوا الزائرين أو اللي هم الغواي، بييجوا على الساعة 7-8. يوم الثلاث بيبقى فيه إقبال بس مش زي يوم الجمعة. خالد ممدوح، أنا موظف حكومة فهماني، وده بيبقى مصدر رزق تاني. الكلاب حضرتك فهماني بيبقى صور كتير فهماني، واحد بيهادي واحد، في واحد بقى عنده واحد مربي كلبين فهماني، بتخلف بيبقى مش عارف يودي الولدة بتاعتها فين، فبينزل يبيعها هنا. هو بيبقى سوق، مثلا واحد عنده حمام عايز يبيعه مش عارف يبيعه، بيجي يبيعه هنا في السوق. عنده كلب حد يهدهوله واتخانق منه، بينزل يبيعه هنا في السوق. اسمي هاني بيزا. النهاردة الجمعة اللي هو سوق اساسا من اكتر من 50 سنة. السوق دوت فيه الخوضة، العملات، ساعات، الاقلام، موبيليا، عجل، موتوسيكلات، عربيات، وابتدى يتنقل من الكتكات يجي على الجزيرة، ومن الجزيرة ابتدى يوصل لغاية كوبو النفق. هو اساسه ما بيبقاش يوم الجمعة، بيبقى الخميس. انزل ابات من يوم الخميس الساعة 9 و10 بالليل، افضل مطبق لتاني يوم الصبح اصطاد البياعين اللي جايه من الزواير، ابتدي اتسوق منهم. فيك.